السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم قناة الأطفال الصغير. اليوم تأتينا مربط مكمل عصابة عم بإذن الله تعالى. يا شباب بس سؤال وبدون كل بدون إيش بدون كل اللي يجاوبني بصراحة أشوف هذا أنا طريقتي يعني بس أعلمكم أنا بل بل وأنا ما قفلت الكاميرا مين شعره ها هو ما نك أصلاً من الشعر كله مين اللي قرأ أذكاره أنا أنا طول على كذو ما على كذو يا سلقة الصدق كنت بعطي اللي قرأ ذكارك انت بعطي 10 ريال بس خلاص لازم الواحد يتعود ها اني اقرأ ذكارة واحسنتم انكم ما كذبتوا عشانكم ما كذبتوا اذا رجعنا شوي لكم احلى سكريم طيب انت مكذب علي الله من العبطي والله برا عبد الرحمن اجيب السوبر يلا يلا بسم الله حي الله عمر الله يبقيك جايب حصان عندنا يشغل الله يحييك انت حصانك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اليوم نبي نتفرج على عز عز احنا جايبين احنا وشوفوا سويت الحركه دي بصوا الحركه دي معليش معليش هذا عز ليش نقلت شوف اسمع ليش نقلت بيته اوي وانا تكون بغى اسقط انا بغى اسقط بسم الله ما شاء الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله شوف هنا حطيت الحبذا عشان يسهل عليه المقاود وعمل وعدم الجفله تشوفون ترى يا منه برا والله ولا يوم كان عند امه اقسم بالله ما تقرب منها الا بصقله الحين ما شاء الله تبارك الرحمن ابشركم الامور زين والهداوه زين لكن انه ما هو متعود وعليقته باقي عليك مره بالهداوه خذ راحتك حبه حبه يا حبيبي يلا خذ راحتك يا زينك زينة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا من العافية بس اكتوب مشابكة جبت الكنيس ايه الله ما شاء الله تبارك الرحمن الفرق واضح جدا جدا يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله فالك العافية فالك العافية هاي انا ما قصرت احمل بس يلا حتى حواف رجعت نقاطع الحين 70% لا ما عليه امورها زين ان شاء الله ونقول بسم الله توكلنا على الله بداية يوم جديد مع العسيف عنبر يا ما شاء الله تبارك الرحمن في الشيخ عنبر وهلا تمام كويس بس 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 ما عنده اي اشكاليه هلا ممتاز ممتاز العالم ما عليهم ورا زين بس 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 لا انا بعدل لك الحزام بس الحزام جاء تمام ارخى الحزام طيب طيب يبغى لها شدي اليوم شد بعيني وارخي احسن هذا اختبار اختبار للعسيف ما شاء الله تبارك الرحمن اليوم حتى العربه بتجربها يا ما شاء الله يا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن يا ذكر الله عاين خير يا رجال عمر 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 حط
طيب بسم الله ما شاء الله كأول تجربة. هلا ها اوه العربة مرتخية ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عبد الرحمن لا لا شيء انتبه له من الشنكر رجع راي بس ايوه تمام حلو حلو ترى مره واثقه فيك تبى تندفع معك اصلا واقفه زي كذا ما شاء الله. جاك يا محسن دقيقه بس يا عمر انت ذا يا ما شاء الله تبارك الله شوف ما يستخدم مع اسلوب السحب والجر لا يا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن والله أول مرة تجرب العربة ترى جاتنا عمرها 10 أيام تقريبا أبد ركبت مع أمها هي بتركب غصبا عنها يومها مع أمها لكن حاليا ما شاء الله تبارك الرحمن. عمر قضيت؟ ترجع ورا ليش تتدرب ايوه يا ما شاء الله يا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ابوي اجيك من الصبح لا 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 تعال الله يهديك تعال الله يهديك تعال تعال احنا وقت تدريب ابوي ابيك من الصبح لا احنا وقت تدريب الحين ابوي بس اللي ركبت سامحت ودي وكالة خلاص انا علمتك اول بشتري لك ايس كريم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ها؟ العربة ما هي مربوطة عشان كذا تنسحبت ما شاء الله تبارك الرحمن هو قال بياخذ الفرس بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لاحظت الفرق على الانشاء امس شوف الان شغال بالصوت بعده بالحركه فقط بعده خلاص بالتوجيه من يوم يوجه الامور 200% ما شاء الله تبارك الرحمن بتاخذ الجهة الثانية الآن صح؟ ايه تمام ما طول نشات دقيقتين انا حلو افضل تاخذها بالطريق الصحيح ولا تطول فيها افضل ان شاء الله الآن الجانب المعاكس الأول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن الله كملي اخذت لفتين بسرعه يلا اهم شيء انها تكون ترت متوازنه صح وبنفس الوقت شوف تسحب شوي خفيف شوف توريها انك معها ممتاز جميل جدا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله حلو ما شاء الله تبارك الرحمن تلاحظون تراها لا هي مصلوبة
ولا شيء أبد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. نادها من عندك؟ حلو حلو. تعال. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. تعال. تعال. يبي يجرب معها سواته في السوبر. السوبر أصلاً عطر بس كذا. ترجع. يلا. اسحب. رجوع إلى خلف. حلو ريوس للخلف. احسنت. انا عارف انك برقب الدفه قبل شوي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. روح. حلو. بنت ترجع خطوه خطوه. ممتاز 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 جدا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. يلا دخل الاسطبل. دخل الاسطبل عشان ننزل عليها وننزل عليها ونروش. عمر ما تبلد زينة شكله بنقزها من الحار. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله 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 ما شاء الله. شوف شوف تهور. يا ذكر الله. يا سعد ايش تسوي ابوي؟ اغير الجامعة تسوي. خلاص خلاص. شو اسمه؟ اليوم ما في ركب بوني. وش؟ خلاص اركب بس سمحة كمل عليها وروشها بعدين روشها. وبردنا على المزيونة. هذا فرق ضيقلي. ما صاير. شوف هذا. هذا بس بسم الله ما شاء الله بسم الله. الترويش اليوم سوبر. هذا برضه زيتها اليوم بعد بروشه. خلاص ترى بروشه وصير تجيبي شو اسمه جيب الفرس. الفرس جيبه جيبه المصرف الداخلي. الحين صنعت هذا في دلتك لك تركت يا شتم.